بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناة بعد الماتش، بسلم عليكم جميعا جمهور نادي الزمالك النادي الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقية في القرن العشرين. هذا هو مكان الاشتراك في القناة، صح كده؟ وهذا هو مكان اللايك اللي بننتظره من حضراتكم، ومنتظرين الدعم القوي من حضراتكم يعني. طيب اكيد هنتكلم على موضوع زيزو، وانتوا عارفين ان هنا الحمد لله بنتكلم كلام مختلف بشكل مختلف باخبار مختلفة، بي كمان بنكون الحمد لله سابقين بكتير يعني. ماله موضوع زيزو؟ لأول مرة هتكلم في موضوع زيزو براحتي، لأول مرة هتكلم في موضوع زيزو بدون اي قيود او بدون اي محاذير. ليه النهاردة بالذات هتكلم معاكم بصراحة لأول مرة؟ ليه النهاردة بالذات هأعلن لكم التفاصيل المدوية اللي لازم حضراتكم تعرفوها؟ طب اشمعنى النهاردة يا محمد؟ عشان خلاص الطلقة ضربت امبارح، والاخبار بدأت تطلع امبارح، والحقائق بدأت تطلع امبارح، ويكفي ان ناس انا بعزهم وبقدرهم كثيرا اتكلموا في الموضوع ده، وكانت رؤيتهم رؤية ثاقبة ورؤية تتوافق كثيرا مع الرؤى اللي انا اتكلمت فيها الفترة اللي فاتت. رقم واحد اخويا وصديقي اللي انا بعتز بصداقته كثيرا، اخويا الاستاذ معتز الشامي الصحفي الزملكاوي الكبير، والاستاذ احمد عبد الباسط احد اهم الصحفيين في مصر، واللي انا يعني لم اتشرف به حتى الان، اتكلموا وقالوا كل حاجة. تعالوا بقى بينا نفتح الصندوق الاسود واحكي لكم ماذا حدث الفترة اللي فاتت وايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية ولغاية دلوقتي الوضع ايه. اولا عقد احمد سيد زيزو مع نادي الزمالك، خلونا هنتكلم زي زمان يعني، هو 50 مليون جنيه مصري، 30 مليون عقد سنوي، و20 مليون منحة تعاقد كل عام خارج البنود او تفاصيل الراتب السنوي بتاعه. منحة ممكن عشان الضرايب بقى ما فيهاش ضرايب، كان الله اعلم يعني. انت يا محمد بتهبد، قلت لك ادخل على قناتي على الواتساب، هسيبها لك تاني في تعليق من التعليقات، ادخل على القناة بتاعتي والعقد موجود اللي اتسرب موجود على قناة الواتس اللي هو اصلا عقد مع الناس كتير قوي، فاتسرب وخدناه وقلنا نعرضه على حضراتكم يعني. 50 مليون جنيه مصري. طيب زيزو الفترة اللي فاتت عاوز يمشي، والد زيزو عاوزه يمشي، والاتنين مش عاوزين يقعدوا في نادي الزمالك. زيزو جاي له 3.5 مليون دولار، رقم مهول، حقه انه يأمن مستقبله، حق ابوه انه يأمن مستقبل ابنه، حق ابوه انه ياخد عمولة كوكيل لاعبين. انا مش مختلف، تمام، الدنيا مية مية، بس ما تقوليش بحب الزمالك، ما تلعبليش على مشاعر جمهور الزمالك وتقعد تقولي اصل انا والزمالك ودمي والحكاية. انت بتاع فلوس حقك، بس ما تقولش بقى الزمالك والمشاعر والجماهيرية، ما فيش الكلام ده يا باشا. ماشي عم زيزو؟ ماشي عم زيزو. فده رقم واحد. طيب والد زيزو وهو بيتفاوض قال لمجلس ادارة الزمالك، والكلمتين دول هما حجر الزاوية، هما اللي هيخلوك تقلب على اللعيب او هما اللي هيخلوك تحب اللعيب، الكلمتين دول هما حجر الزاوية اللي هما ايه؟ اني والد احمد سيد زيزو حسمها 100 مليون جنيه سنويا لابني، وإلا التوقيع في يناير فريق لنادي نيوم السعودي. نادي نيوم السعودي عشان نبقى فاهمين بيلعب في دوري الدرجة التانية السعودي، نادي صعد بقوة، نادي عنده فلوس بالهبل بالمليارات، فاكيد هيصعد السنة الجاية، فلما يصعد السنة الجاية هيضم لعيبة منهم زيزو وهيضمهم فري. فوالد زيزو قال لمجلس ادارة نادي الزمالك الكلام ده، بقى انا هفجر لك الحلقة دي، خلاص مفيش خوف، خلاص مفيش خوف، ناس اتكلمت، فما تجيش بقى تقول لي انت بتهد في الفريق، انت بتكره زيزو. هل اخويا الحبيبي والصديق الغالي معتز الشامي بيكره زيزو؟ هل اخويا او الاخ يعني اللي انا ما اتشرفتش بيه احمد عبد الباسط بيكره زيزو؟ يا فندم دي معلومات، انت ليه مش عاوز تصدق ان دي معلومات؟ فابوه طالب 100 مليون والا الرحيل فري مش هوقع.
مجلس إدارة نادي الزمالك بيخبط دماغه على راسه، ولا مش عارف، بيقولوا بيخبط دماغه في الحيط. مجلس إدارة نادي الزمالك مش عارف يعمل ايه، الولد هيمشي فري. طب يمشي فري ولا ناخد 5 مليون دولار اللي هم ربع مليار لو انت مكان مجلس إدارة نادي الزمالك، وما تقوليش جددوا لزيزو. مجلس إدارة نادي الزمالك قدم رسميا لزيزو عرض 40 مليون جنيه، وهيطلعوا ال10 كمان هيشيلهم احد رجال الاعمال، فهيوصل العرض ل 50 مليون جنيه. الله يا محمد، ما انت بتقول كان بياخد 50، لا يا حبيبي، ما هو كان بياخد 30 و20، فهو دلوقتي هيدوا له 50 و20، يعني ممكن الرقم يطلع ل 70 مليون جنيه. ده اللي انا كنت عمال المح ليه الفتره اللي فاتت وفي الحلقات اللي فاتت، الوحيد اللي كان على السوشيال ميديا وفي الاعلام عمال يلمح يقول لكم يا جماعه انا عايز اتكلم، يا جماعه انا مش قادر اتكلم، يا جماعه انا مكتوم بسبب التعليقات وبسبب الناس اللي بتهاجمني. النهارده احنا طلعنا معلمين، النهارده احنا طلعنا بنتكلم بدي، ما بنتكلمش باي حاجه تاني، بنتكلم معلومات. فعرضوا عليه 50 مليون بدل ال 30، والمنحه ال 20 مليون شغاله، يعني 70 مليون جنيه. ورفض والد زيزو، قال لهم انا قلت لكم 100 مليون ده عشان خاطر الزمالك، ده عشان انا بحب نادي الزمالك، ده عشان انا بموت في دباديب نادي الزمالك، احنا عايزين 100 مليون بس. شوف ازازه الزيت بقت بكام، وشوف كيس السكر بقى بكام. ايه هم 100 مليون في السنه يعملوا حاجه في الزمن اللي احنا فيه والاسعار اللي احنا فيها دي؟ ايه 100 مليون يعني؟ ايه اقسم 100 مليون على 12 شهر؟ هيطلعوا لهم كام يعني؟ هيطلعوا لهم كام يعني؟ ايه 100 مليون يعني؟ ايه يعني؟ ايه هياخد في الشهر مثلا حوالي 11 مليون ولا 10 مليون في الشهر؟ 10 مليون في الشهر يعملوا ايه؟ فما يجيبوش باكت زبادي. فوالد زيزو بجد، انا الكلام ده بقوله بجد، قال لهم يعني احمدوا ربنا ان انا قلت 100 مليون، ده انا جاي لي في السنة 170، فاحنا هنسيب 70 عشان جمهور الزمالك. شفتوا انتوا غاليين قد ايه على زيزو ووالده يا جمهور الزمالك العظيم؟ شفتوا انتوا غاليين قد ايه؟ فوالد زيزو عاوز ياخد الرعاية كلها. يعني ايه؟ يعني الزمالك بيدخل له كل سنة من الرعاية 100 مليون. نكلم الشركة المتحدة، الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، الشركة المتحدة معايا؟ ايوه يا فندم، اتفضل. مين معايا؟ انا حسين لبيب رئيس نادي الزمالك. اؤمر يا كابتن حسين، بعد اذن حضراتكم في بس 100 مليون بيجولنا كل سنه من حضراتكم. ايوه يا فندم، هنديكم رقم حساب الكابتن زيزو، تحولوه على طول للكابتن زيزو وهبعت لكم الاقرار بذلك، احنا خلاص مش عاوزينهم. فياخد الكابتن زيزو الرعايه كلها. عرفتوا من انتم او مش انتم الناس اللي بتعبد اللعيبه وكنت مسميهم عبيد زيزو، عرفتوا من انتم بتعملوا ايه في اللعيبه؟ بيضحكوا عليكم كلكم، بس ما تضحكوش على محمد مصطفى، لان محمد مصطفى ده، محمد مصطفى شايفين اللوجو ده؟ ها؟ محمد مصطفى بيعشقه، ما بيعشقش لعيبه ولا مدربين ولا رؤساء انديه ولا لا لا لا. زمالك اللي خلانا ناخد بطولات بعد جمال عبد الحميد وحسن شحاته وفاروق جعفر وطه بصري، هناخد بطولات بدون زيزو، احنا كسبانين الاهلي بدون زيزو. المهم خلينا نخلص المعلومات الاول. احنا حتى الان مجلس اداره نادي الزمالك عاجز، زيزو وابوه مسلمين مجلس الاداره حرفيا تسليم اهالي للجماهير، والجماهير ماسكه كابتن حسين لبيب. انا ما بدافعش عنهم، هم حتى الان مجلس لا يستطيع قياده سفينه نادي الزمالك، مجلس ضعيف جدا جدا، وكانه بالظبط انا بشبه ان يعني اكننا ما عندناش مجلس اداره. ولكن زيزو والده مسلمين الكابتن حسين لبيب للجماهير تسليم اهالي، خشوا عليهم خشوا عليهم. والجماهير بصراحة عاملة الواجب مع مجلس الإدارة اللي مكبل مش قادر يتصرف ومش قادر يعمل حاجة. هجيب لك 100 مليون منين؟ وفي نفس الوقت لو قلت لك لأ مش هبيع اللعيب، طب خلاص وأنا مش مجدد، وفي يناير اللي جاي كمان 4 شهور همضي فري لنيوم على أساس الموسم الجاي لما يصعدوا للدوري اللي هو روشن الدوري السعودي الممتاز، اللعيب هيروح فري. فانتم عايزين نفيدكم ب 5 مليون دولار اللي هم 250 مليون جنيه ربع مليار. فمجلس اداره الزمالك بيخبط دماغه في الحيط، وقدموا العرض الرسمي لزيزو باشا من 40 ل 50 مليون راتب غير المنحه ال 20 اللي هو كده كده هياخدها. فقدموا له عرض رسمي واللاعب رفض، وقالوا له ده على حسب امكانيات النادي، واللاعب رفض ووالده رفض، واللاعب هو رايه هو والده، عشان ما تقوليش اصل ابو زيزو، ما تظلمش الحاج مصطفى سيد زيزو.
الحاج مصطفى سيد زيزو راجل بيشتغل على مصلحة ابنه وما بيعملش مكالمة تليفون الا لما يكون ابنه موافق عليها، فعشان ما تظلمش الراجل المحترم ده اللي بيحب ابنه، بس ما بيحبوش الزمالك هما الاتنين، هما بيحبوا الفلوس حقهم، ما اقدرش الومهم. فهذا الراتب اعلى راتب للاعب في تاريخ الدوري المصري، واعلى راتب للاعب في تاريخ نادي الزمالك، واعلى راتب حاليا للاعبي الدوري المصري بما فيهم لعيبه بيراميدز المصريين، بكلمك عن المصريين سواء بيراميدز او الاهلي، سواء بيراميدز او الاهلي. طيب مجلس الاداره الخمسة مليون اللي هياخدهم من نيوم السعودي هياخد دلوقتي 3.5 مليون دولار، وبعد 6 شهور هياخد 1 مليون كمان، يبقى كده 4.5 مليون دولار. ولما نيوم يصعد للدوري في نهاية الموسم القادم، يصعد للدوري الممتاز او دوري روشن السعودي، هياخد 500,000 دولار. يعني نادي الزمالك دلوقتي 3.5 مليون دولار، بعد 6 شهور هياخد 1 مليون دولار، قد 4.5 مليون دولار، وال500,000 هياخدهم لما نيوم يصعد للدوري الممتاز السعودي. نادي الزمالك بيحاول انه يرفع العرض مع نيوم السعودي بدرجة اكبر، نادي الزمالك بيحاول يعمل كده. طب نادي الزمالك بيحاول يعمل ايه تاني؟ نادي الزمالك بيحاول قانونيا يمنع تكرار سيناريو امام عاشور، بمعنى نادي الزمالك عاوز يحط رقم اعادة بيع كبير في العقد بتاع زيزو. نادي الزمالك دلوقتي والاستاذ عمرو الادهم بتواصل مع احد المحامين التابعين لنادي الزمالك في الفيفا، وهذا انفراد، ان بيتكلموا مع بعض عاوزين نحط شرط في العقد ان اللعيب ما يرجعش الاهلي، فطبعا بيشوفوا لها صياغه، لان طبعا الاهلي عمل كده مع موضوع عبد الله السعيد انه ما يرجعش لاي نادي في مصر غير الاهلي، واللعيب رجع على بيراميدز فاللعيب كسب القضيه، فالفيفا تقول لك لا اللعيب براحته، فبيحاولوا يحطوا لها يعني شرط، لو رجع مثلا الدوري المصري او لو اتباع في الدوري المصري او لو اتساب فري مثلا، لا النادي نيوم يدفع للزمالك مش عارف يعني 2 مليون دولار او يعني، انا بكلمك يعني حاجات شبيهه لكده. فقانونا عاوزين يحطوا بند في العقد انه زيزو ما ينفعش يكرر سيناريو امام عاشور. ماشي ماشي. طيب عايز اقول لك مجلس اداره نادي الزمالك لو زيزو اتباع الصفقات هتزيد، هتبدا تتكلم في بن شرقي وفي جوناسان بشكل نهائي، وهتتكلم في احمد حسام مدافع الجونه، يسري وحيد، وبيحاولوا يشوفوا وينج اجنبي. امتى يا محمد؟ الوقت ضيق، جاي لك دلوقتي. وبيحاولوا يشوفوا وينج اجنبي بديل لزيزو، بديل اجنبي لزيزو، وفي كمان بديل مصري هجي لك عليهم دلوقتي، بس لما نخلص، لان ده الجانب بتاع الصفقات هقوله لك دلوقتي، بس لما نخلص الاول الموضوع بتاع زيزو. طب فين الاستاذ ممدوح عباس؟ مش قال هجدد لزيزو واقعده؟ صدقتني ان ايمن ممدوح عباس متضايق عشان هم كانوا وعدوه برئاسه شركه الكوره الفيديو بتاع الصبح وخالوا بيه؟ صدقتني ولا ما صدقتنيش؟ طيب فين الاستاذ ممدوح عباس في تجديد عواد؟ انسحب تماما. فهم في مجلس اداره الزمالك الاستاذ ممدوح عباس بعد، والناس رجال الاعمال يعني دفعوا اكتر من 300 مليون جنيه للزمالك، اكتر من 300 مليون جنيه حرفيا من فلوسهم الخاصه، ومنح مش قروض، ده غير حسين السيد اللي ادى قروض للنادي بالدولار اكتر من 2 مليون دولار الكابتن حسين السيد، بس دي قروض بتاعت حسين السيد، انما رجال الاعمال اكتر من 300 مليون جنيه. وطبعا الاستاذ ممدوح عباس له يعني نصيب الاسد في هذه الاموال، فده بالنسبه لزيزو. طب تعالوا ناخد كمان قنبله. زيزو خلال اليومين اللي فاتوا، والكلام ده قاله احمد عبد الباسط برضو، زيزو استاذن مجلس اداره نادي الزمالك، قال لهم انا عاوز اسافر عشان اعمل الكشف الطبي لنادي نيوم، وقال لهم عايز اسافر الامارات. ليه؟ لان نادي نيوم بيعمل الكشوفات الطبيه بتاعته في احد المراكز المتخصصه في الامارات مش في السعوديه، فقال لهم انا عاوز اسافر عشان اعمل الكشف الطبي بتاعي، لان انا خلاص عاوز امشي. اللي بيحب الزمالك زيزو، اللي هو بيحب الزمالك قوي، ده الكلام ده مش انا اللي بقوله يا فندم، ده عشان بس ده الاستاذ احمد عبد الباسط، وهسيب لك الفيديو بتاعه، هقول لك دلوقتي الفيديو بتاعه سيبه لك في قناه الواتس بتاعتي عشان تتفرج على الاستاذ احمد عبد الباسط
يعتبر الصحفي رقم واحد في مصر، وتشوف الراجل ده بيتكلم الكلام اللي احنا بنقوله ولا احنا بنتكلم كلام تاني بعيد عن الناس بتتكلمه. فزيزو كان عاوز يسافر يعمل الكشف الطبي، ومجلس إدارة نادي الزمالك رفض رفضا قاطعا، قال له لما نشوف هنعمل ايه، لما نشوف هنعمل ايه. السؤال لو انت مكان مجلس إدارة نادي الزمالك وابو زيزو رافض يجدد باقل من 100 مليون جنيه، السؤال لو انت مكان مجلس إدارة نادي الزمالك تعمل ايه؟ تاخد 5 مليون دولار ربع مليار وتحاول تعوض كابتن زيزو، ولا يعني تفتح صدرك ويمشي فري وفي يناير اللي جاي هيوقع لنيوم ويقعد بقى من يناير لشهر يونيو ويقعد يتدلع معاك كده زي ما الساسي عمل معاك ومشي فري؟ ها تعمل ايه؟ ما تقوليش يجددوا له، ما تقوليش يجددوا له. هو رافض يجدد، نو واي نو واي. هو طالب 100 مليون جنيه والده، فنو واي خلاص. طيب يجدد ويطلع اعاره؟ رافضين. مين اللي رافضين؟ زيزو والده، عاوز يمشي خالص، مش طايقنا، ما بقناش قد المقام. الراجل هياخد 170 مليون جنيه في السنه، هتعمل ايه؟ اكتب لي في التعليقات. هو كده كده خلاص في يناير اللي جاي 4 شهور وزيزو مش هيبقى بتاعك. طب تاخد ربع مليار دلوقتي ولا يروح فري؟ ها ربع مليار في ايدك كده ولا تسيبهم ويروح فري؟ رد عليا. هو فاضل له 4 شهور ويمضي فري. انت يا محمد عاوز ايه؟ والله العظيم انا عاوز زيزو يقعد، انما بالامور دي وبالحبشتكنات وبال100 مليون دول بقول لك بالظبط، انا مش بهزر معاك. الرعايه 100 مليون، الرعايه اللي بتجيلك من الشركه الراعيه والمتحده والرعايه كلها 100 مليون 100 مليون هياخدهم كده الزمالك؟ اقول له يا كابتن زيزو والنبي الرعايه احنا مش عايزينها، اتفضل يا فندم عقدك يا فندم. هيديهوله ازاي 100 مليون؟ عرفتم انا ليه واقف مع مجلس الاداره؟ مش تطبيل والله العظيم، لان فعلا محطوطين في خانه اليك، يا يمشي فري يا اما خلاص ياخدوا. انا بقى عاوز الكابتن حسين لبيب، لو انا مكان مجلس اداره نادي الزمالك انا عاوز الكابتن حسين لبيب يطلع بيان ويحكي كل اللي حصل. زيزو كان عاوز يسافر نيوم، مش انت خلاص ماشي؟ هطلعك مسرح. زيزو عاوز 100 مليون، وزيزو كان عاوز يسافر الامارات يعمل الكشف الطبي، واللعيب دي رغبته واحنا مش هنقف قدام رغبته ومستقبله، ويطلعه على المسرح بالحب بالحب، يروح مطلع زيزو على المسرح. تمام تمام، ده بالنسبة لزيزو. وانا قلت لك لو زيزو مشي هتلاقي بن شرقي تاني يوم في القاهرة واخد مقدم التعاقد، وكمان الصفقات هتزيد زي ما قلت لك. طيب تعال ندخل في موضوع الصفقات، بس قبل ما ادخل في الصفقات عايز اقول لك ان نادي الزمالك بيحاول بشدة مع الاتحاد الافريقي انه يمد القيد للزمالك والاهلي بس، بدال 31 اغسطس يتمد النص شهر 9، بحيث يبقى الزمالك قدامه وقت انه هو عشان الظروف اللي هو فيها دي وبيع زيزو والكلام ده كله، وكمان دي بطولة مهمة واحنا عاوزين يبقى الزمالك كويس والاهلي كويس، فالاتنين لسه بيجيبوا صفقات ولسه بيتحركوا في الصفقات. طب انت ليه تزنقنا؟ طب افتح اعمل استثناء واكسبشن كده للزمالك والاهلي بس انهم القيد الافريقي يتمد لنص سبتمبر عشان خاطر يقدروا يجيبوا صفقات كويسة ويطلع الماتش بشكل كويس. فالزمالك قدم او تواصل بشكل ودي مع المسؤولين في الكاف، وهيردوا على الزمالك خلال الساعات القادمة. لو ردوا يبقى خلاص احنا مش مزنوقين ل 31 اغسطس، ونقيد بقى لغاية نص 9 نكون قدامنا براح، قدامنا حوالي شهر يعني. فده بالنسبة ل زيزو والصفقات. طب بالنسبة يا محمد في الصفقات، بالنسبة للصفقات، الصفقات بن شرقي، انت بتتكلم في بن شرقي بجوناسان، احمد حسام موقع معاك من السنة اللي فاتت فاكر، ولما مضى مع الكابتن احمد سليمان والصورة تسربت، مسؤولين الجونة عرفوا وكانوا زعلانين. احمد حسام ده عايزينه بيلعب باك شمال وبيلعب في نفس الوقت مساك برضو عشان يكون موجود في الحتة بتاعت الشمال دي ما نعيطش يعني، و بيدوروا دلوقتي لو استقروا على بيع زيزو. خلي بالك موضوع بيع زيزو ده لغايه ما انا بكلمك دلوقتي انت بتتكلم بنسبه 70-75% خلاص على اللي احنا سمعناه من والد زيزو ونادي الزمالك، خلاص انت بتتكلم في 70-75%. لو خلاص الموضوع خلص خلال الساعات القليله القادمه هيتم، الزمالك هيشوف وينج جناح بدل زيزو اجنبي، جناح اجنبي خطير
ده هم بيتكلموا كده في نادي الزمالك، زائد ان الزمالك احد المسؤولين في نادي الزمالك ودي المفاجاه الكبرى تواصل مع اداره الاسماعيلي وتواصل مع عبد الرحمن مجدي، قالوا لهم ما توقعوش لبيراميدز دلوقتي، ما توقعوش لبيراميدز دلوقتي. عبد الرحمن مجدي كان عاوز يلعب في الزمالك من سنتين لو تفتكر ايام المستشار مرتضى منصور لما رجعه تاني للاسماعيلي وقال احنا مش عاوزين نزعل الاسماعيلي، الاسماعيلي في موقفه صعب في الدوري واحنا مش هناخد منهم لعيبه، وكان عبد الرحمن قاعد على كافيه في المهندسين مستني المستشار يخلص القصه، ولكن المستشار رفض احتراما للاسماعيلي والجماهير النادي الاسماعيلي. ممكن انت تشوف موقف صح موقف غلط على حسب، ولكن ده اللي حصل ان عبد الرحمن كان رغبته يجي الزمالك. فعبد الرحمن مجدي هل هيسمع الكلام ويستنى ويعمل هولد شويه انه ما يوقعش ليه بيراميدز، وهل الاستاذ نصر ابو الحسن يستنى شويه، ولا فلوس بيراميدز هتغريه؟ يعني حتى لو بعت زيزو فانت برضو مش هتقدر تجاري بيراميدز في الفلوس، فانت برضو بتتكلم اني لازم رغبه اللاعب. فبرضو هم عاوزين يجيبوا عبد الرحمن مجدي ويجيبوا جناح تاني اتنين بدلاء لزيزو. ده بالنسبة للزمالك. عاوز برضو بالنسبة بما اننا متكلم على الصفقات، والد محمد عبد الشافي، لما اتكلم على محمد عبد الشافي لازم اقوم اقف. والد محمد عبد الشافي قال ابني يعني قرر يرجع من الاعتزال للمرة الثالثة عشان خاطر الزمالك، وبيخوض حاليا فترة التأهيل عشان هيرجع الموسم الجديد لاعبا في نادي الزمالك. انا سعيد حتى لو كبار في السن ان شيكابالا وعبد الشافي بيكملين معانا موسم، بجد انا سعيد. ودايما سبحان الله عبد الشافي بيعمل كده في نفس الوقت اللي زيزو بيعمل كده. هيطلع بقى زيزو والبكاء والعياط وعارف انت الصعبانيات، ونمسك المناديل بقى نقعد نقطعها، وزيزو وبيعمل معلش استحملوني ده مستقبلي، ونقعد بقى نعيط عارف انت الكلام ده، ومن زغري ومش من زغري، ويجي بعد كده يروح الاهلي عادي خالص. ما بقناش مستغربين، اصل زيزو زملكاوي اكتر ولا امام عاشور؟ لا امام عاشور. يعني زيزو زملكاوي اكتر ولا امام؟ لا ده امام مجنون زمالك. فبصوا يروح الاهلي يروح البرازيل، انا عاوز في الزمالك اللعيب الوفي. فعبد الشافي خلاص بيعود لنادي الزمالك الموسم الجديد. جوميز طلب تاجيل رحيل زياد كمال الا بعد لما يرجع، يعني طبعا زياد كمال النهارده كان الدخله بتاعته بيتجوز يعني، او امبارح سوري، وكان الفرح بتاعه كان امبارح. عمرو الجنايني برضو دخل فيه مفاوضات اشرف بن شرقي، ده بالنسبه للاستاذ عمرو الجنايني. اعتقد احنا كده خلصنا. عايز اقول كلمه في النهايه اني احنا خدنا الدرس. شفتوا ممدوح حباس لما بعد عملتوا ايه؟ طب شفتوا لما اتزنقتوا في فلوس زيزو عمل فيكم ايه؟ وانا السيناريو بتاع زيزو ده متوقعه من زمان بس كنت بتشتم. طب شفتم انكم بدون ادارة تسويق قوية وبدون ما تشوفوا فلوس وبدون ما تشوفوا مداخيل وفرع اكتوبر وادارة تسويق وتنموا الموارد، شفتوا طول ما انت طول عمرك معتمد ان حد يسلفك هيجي اليوم ان اللي بيسلفك ده هيزهق منك او ممكن يسافر او ممكن يتوفى، مستقبلك هيضيع. ليه؟ عشان انت معتمد انك تستلف. انما لو انت فتحت مشروع حتى لو مشروع صغير بيجيب لك دخل صغير واعتمدت عليه، فالمشروع انت بتكبره وبتنميه. انما لما تعتمد في حياتك، وانا بقولك الكلام ده بقى بشكل عام، لما تعتمد في حياتك انك تستلف تستلف تستلف، مش عاوز تشتغل ولا عاوز تفكر ولا عاوز تعمل لنفسك مستقبل ولا عاوز تعمل لنفسك مصادر تمويل، هتلبس اسود زي ما ادارة الزمالك لبست اسود. جم بقالهم سنة كانوا ممكن يعملوا كتير، انا مش بعفيهم من المسؤولية، ولكن موضوع قلة الفلوس دي العين بصيرة والايد قصيرة. بالشكل ده منافستك للاهلي اصبحت مستحيلة، منافستك لبيراميدز اصبحت مستحيله. ليه؟ انت عندك جماهيريه وواو مش عارف ايه، ولكن الكوره دلوقتي بقت صناعه، الكوره بقت انفستمنت، بقت استثمارات. طول ما انت مش قادر تصرف من جيبك وعويل، طول ما انت هتفضل صباعك تحت درس ممدوح عباس وتحت درس زيزو. وفي النهايه الزمالك لم يضحي بزيزو،
زيزو رافض انه يجدد في نادي الزمالك وطالب يمشي فري، طالب 100 مليون والا همضي فري. تعمل ايه؟ هتكتب لي اكيد في التعليقات انت هتعمل ايه وهتتصرف ازاي في هذه او في هذا المأزق الكبير. سعدت جدا بيكم، وان شاء الله دايما نتقابل على خير وصحة وسعادة. ما تنساش بقى الاشتراك في القناة اهو واللايك اهو، واشوف حضراتكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم، ألف سلامة.